لديك مشكلة بالأزمنة تشكيل جملة، تابع نهاية الفيديو. أهم أربع أفعال في اللغة الإنجليزية لدينا do, be, have, will. في منهم بالحاضر present، في منهم past بالماضي. do بالحاضر do و does، بالماضي did. be بالحاضر am is are، وبالماضي was were. have بالحاضر لدينا have و has، بالماضي had. will بالحاضر الماضي منها would، بهذا الشكل. ننتبه بالمختصر، إذا كان لدينا do, does, did تستخدم الفعل بشكله الأصلي، يعني مثل فعل eat تستخدمه كما هو بدون أي إضافة. إذا كان لدينا am, is, are, was, were الفعل بضيف له ing، يعني eat بضيف له ing بهذا الشكل. have, has, had تستخدم الشكل الثالث من الفعل. نعرف كل فعل له ثلاثة أشكال، عندنا eat بالحاضر، eat بالماضي، و eaten اسم المفعول. إذا نستخدم التصرف الثالث للفعل eaten بهذا الشكل، بعد have و has و had، بعد will would أيضا نستخدم الفعل بالشكل الأول eat، لاحظين بهذا الشكل، يعني will eat would eat have eaten has eaten had eaten am eaten is eaten are eaten was eaten were eaten. أيضا بحالة السؤال والنفي نستخدم أيضا الفعل بدون أي إضافة مع do و does و did. لاحظ إذا كان منتهي بـ ing يكون الزمن مستمر، حاضر مستمر، ماضي مستمر. لاحظين يعني am is are والفعل مضاف له ing، was were والفعل مضاف له ing، have has والفعل بالتصرف الثالث بيكون عندنا حاضر تام، had والفعل بالتصرف الثالث ماضي تام، will والفعل بالتصرف الأول مستقبل بسيط بالحاضر، would eat مستقبل بسيط يكون بالماضي، وعندنا do does حاضر بسيط، ويكون عندنا did ماضي بسيط. إذا هذا بشكل مختصر للأزمنة. إذا العمود الأول